عن السلطة هاد والبوكسات رح نشوف كيف نعملها مع مها شقديح. صباح الخير يا مها. صباح النور. كيف حالك؟ تمام. انت شو اخبارك؟ اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الورد. مها ليه اخترتي اللباد حتى ترممي فيه البوكسز هدول؟ هلا مادة اللباد هي معروف عنها انها مادة دافئة، يعني حلو كثير ان احنا نستخدمها بفصل الشتاء، خصوصا باوقات الفراغ اللي بنحس حالنا عندنا كثير في سبيس باليوم ومو عارفين شو بدنا نعمل فيه. فانا هاي المادة اخترتها لاعمل فيها اشياء تعطي للبوكس القديم يلي هو اصلا بطل له فائدة، بتعطيه فخامة، بتعطيه شكل احلى وابهى. بتجدد. عم بطلع على هاي مها كثير حلوة. هلا هاي البوكس تبعت كنادر مو؟ بوكس شوز ورتبتيها هيك بكل الحلاوة هاي الطريقة. هيك صارت مناسبة للهدية تكون كثير حلوة حلوة. طبعا طبعا. اوكي يا مها فرجينا كمان. هلا في عندنا مادة اللباد مش بس بتستخدم طبعا لترميم البوكسات، بنقدر نستخدمها لعمل كثير اشياء. هلا غالبا احنا الدمى او الالعاب الصغيرة بنستخدمها للبيبيات لازم تكون سيفتي وطريه، انه يقدر الطفل انه يمسكها، لانه مسكتيها بتلاقيها طريه وما تأذي ما بتكون طبعًا. محشيه قطن او بوليستر طبعا. اذا حملها الطفل او مسكها لعب فيها بتكون كثير سيفتي والوانها حلوه، يعني بتجذب الطفل ومفيده. وانت شاطره بتلبيق الالوان. استنى اجيب لك البندوره. يلا بندوره. انا معي جزره بصل اخضر هيك سلطه. هاي البصل الاخضر. طبعا ماده اللباد انا استخدمتها للبوكسات لانها بتعطي البوكس فخامه. صح. وبتفرجيكي هذا البوكس. يلا هلا في عنا هذا البوكس، هذا لبيبي بنت. لبيبي بنوته بيبي بينك. طبعا هذا البوكس كان برضه من الجوانب فيه زي يعني انه قديم وصار تالف. هلا بنقدر انه بدل ما نستغني عن هذا البوكس او انه نستغني عنه خلص ما بدنا اياه، انه يعني نعمل له ريسايكل بصير اعاده تدوير، بيطلع كثير حلو. تحط فيها هديه، بتقدر تحط فيها العاب، بنقدر كمان يعني داخل البوكس انه نحط اشياء برضه بتعطيه جماليه اكثر. إيه؟ مثل التول هذا كثير حلو مثلا، ونحط بقلبها هديه. نحط بقلبها هديه اذا بدنا نروح نبارك. يعني هاي هديه مناسبه لصبيه طبعا. حلو. في عندنا هديه كثير حلوه تكون مناسبه لطفل اذا احنا حابين انه هاي نفاجئ بيبي. يعني اللون الاصفر لحاله هو بيعطي بهجه وبيخلي الطفل كثير ينبسط. بعدين بزبط لولد ولا بنت. انه بزبط للجنسين طبعا. هذا البوكس انا حاطه بقلبه هديه يعني. ايه طبعا بامكاننا ان نحط بينك بانثر. شو هذا؟ بينك بانثر سربرايز. ترم ترم. واو. ترم. اسمعي ما بتهيأ لك انه هالقد هذا كله رح يوصل بباعه كله. لا انا الزك معها كثير فكره حلوه. يعني انا جربت هذا الشيء مع الاطفال بيعطي شعور حلو. طيب. والطفل كثير بينبسط على هاي. طب فرجينا كيف بدك تعملي ايش رح تعمل، فرجينا كيف تحطي على البوكس. لا بينك بانثر. اوكي هلا في عنا هون البوكس هذا الصغير. رح نعمل له الان نحط نعمل له كفر. اخترت هذا اللون. اول شيء احنا لازم نحدد قد ايه انا رح احتاج قطعه من ماده اللباد. طبعا انا قايستها وقصتها لحتى نوفر وقت. اول شيء بنحط السيليكون. بنلزق شقفه واحده. شكلك بدك تعمليها افضل يعني عشان تجي مره واحده. اوكي يعني شوفي انت البوكس شوفي هون عامله انت بوكس ثانيه خلخل من تحت. أيوة. انه اذا ما كان ما بيفرق كله بده يتغطى. اكيد فكله راح يتغطى بصير سوليد اكثر متين اكثر. بصير يعني انه بيتحمل يعني اي شيء بتحطيه بداخله بيتحمله اكثر. وهون حاطه بالثانيه هاي شوكولاته. هاي توزيعات. هاي مثلا لبيبي جيرل مولوده جديده. فممكن تكون هديه حلوه شوكولاته لما يجي حدا يبارك. اوكي هلا هون صارت من تحت تلزقات. نيجي من الجهة الثانية برضو بنحط سيليكون على داير البوكس. من هون ومن هون كمان. طبعا احنا بنحاول نوزع السيليكون بطريقة انه نضمن انها يعني عملت كفر لكل السطح انه كله تعبى سيليكون. اوكي وانت كتير مزوقة باختيار الالوان مع بعض. تسلمي. هو ضروري نختار الالوان تكون متناسقة لحتى انه تأدي الغرض من الهدية. يعني اكيد الهدية لازم يكون الوانها حلوة، يكون شكل البوكس جذاب عشان ينبسط الشخص. لا لا صح وهي مهمة يعني تناسق الالوان طبعا. بعدين قد ايه حلو انه الواحد هو يعمل هديه بده ياخذها لشخص هو يسمعها. اكيد طبعا شعور كثير حلو. يعني انا كثير بكون سعيده اني اخذ هديه لحدا
واعمل ديزاين الغلاف. طبعا هيك تسكرت من الجوانب. طيب. من هون هلا عشان انا بس بدي افرجيهم كيف. أيوة الطريقه. ايوه هاي كثير مهمه. مهم كثير اني انا عشان اضمن انه الحواف تدخل جوا بعضها ما يضل شيء. يعني انا في هون عندي خطا ارتكبته اني انا الحواف نسيت ادخلهم. فبينوا بيطلعوا. طيب هلا عشان ما يبينوا انا رح احدد من عندي من هون انه قد ايه رح احتاج انا مساقيني من القطع عشان ادخلها لجوا. طبعا بالمقص بعمل هيك. بدهم هيك. اوكي. بحدد قد ايه انا بدي اصلا. طيب بعدين بندخل هلا الحواف من هون لداخل. البوكس. اوكي خلينا نفرجي هاي الشقه للكاميرا. اوكي يلا وبيهمني نشوف الجنب الكبير قبل. اكيد هلا قبل ما بس لألزق قبل ما يخلص وقتنا. تمام اوكي برضه من الجهه هاي نفس الشيء. بتعرف ذكرني اللبات بالكورنيش. بتذكر الكورنيش كمان كنا نعمل منه زمان. كثير ماده حلوه. ماده حلوه والوان اطفال برضه. وماده اللبات كثير بتعطي فخامه للبوكس. يعني حلو لما تاخذي فيه هديه هو لحاله بتقعدي وقت انت تتفرجي فيه. البوكس بعدين دافي حلو. ودافي بالشتاء بس بالصيف لا. بيشوب بالصيف. بيشوب كثير. هلا انا بهمني الناس ونشوف كيف رح تعملي الجناب. اكيد الجناب. هلا انا قصيت من هذا الطرف ومن هذا الطرف كمان. حكينا لحتى انه ندخل جزء منه جوا انه ما يكون يعني كله يعني ظاهر لانه بيخرب شكل البوكس. هون قصيتيه بالضبط. قصيته بالضبط. هلا بندخل هدول الجوانب من هون بعدين بنطلع. أيوة. الجهه الثانيه من فوق. اوكي تمام. هلا لانه هذا السؤال كان محيرني. هلا هون كيف تعمل الزوايا. الزوايا رح ندخلهم لحتى يكون شكل البوكس ارتب واحلى. اوكي طبعا الزوايا ضروري نتخلص منها لانه هذا كله بيعطي يعني بصير خميل. بصير خميل على البوكس. من هون كمان رح نضيف الجلو على الجهه هاي عشان ندخل القطعه الاساسيه. كثير افكار حلوه يا مها. هلا صار هون عندنا هاي الجهه هيك تلزقت كامل. طبعا لازم نقص الزوائد. خلص منها. طب كيف عرفتي تعملي هاي الاشياء؟ انت جيتي عندنا هذيك مره كنت عم تعملي اشياء كثير حلوه، كانت الورد مع الشمع، الصواني، يعني كل مره بتجددي شيء جديد بالاعمال اليدويه. اكيد هي الاشياء الحرف اليدويه او الاعمال اليدويه دائما بدها تجديد وانه نجرب نعمل اي شيء بيخطر ببالنا انه هو حيطلع منه شيء حلو او شيء مميز، يعني انا اي شيء بيجي بين ايدي دائما بجربه، يعني بشوف كيف ممكن يطلع معي اذا حلو او لا. يا سلام. وشوفوا ما احلى البوكس اللي عملتها مها شقديح. هي بدات ببوكس عادي كانت ساده وكثير حلوه. ايوه طبعا هي هاي بتجي الببيون اللي فوق. طبعا اكيد هم ما شافوا الطريقه بس هي كثير سمبل وسهله. بنعمل بنقصقص اللباد بطريقه طوليه شرائح مثل هيك. طبعا هاي الشريحه ناخذها لفه مثل الببيون هيك وبنلزقها وبنحطها على طرف ال طبعا اختيار الاشكال بيرجع لنا نحن مثل ما بنحب. انا اخترت هون زي ثيم توينكل ليتل ستار اللي هو ستار وفي هون حلو. ايوه كثير حلو طبعا مناسب كثير لبيبي يعني كهديه بيكون كثير حلو ومبهج يعني اهم شيء الالوان المبهجه. احنا مبسوطين كمان بوجودك معنا مها. شكرا لك. شكرا لكم وبس. اوكي واذا بتحبوا تشوفوا منتجات مها بتقدروا تشوفوا على انستغرام حسابها مها شقديح ديكور اند مور. وهاي هي منتجات طبعا وعلى رؤيه بازار كمان اكيد مها. ان شاء الله. وفي هاي فاينلي اللي هي بتيجي مثل التوزيعات شنطة صغيره برضه مصنوعه من اللبات فيها حبه الشوكليت. تمام. طبعا هذول انا عملتهم للبيبي. خليها هون. يس. تمام هيك بنعبيها كلها فيها الشوكليت. هذول فيهم الشوكليت. شكرا يا مها. جود لك. تسلمي. شكرا لكم كمان على الاستضافه.